لدينا إمام راتب، وعند صلاة الصبح يقدم أو يقوم ببدعة قنوت الفجر. يا أخي، قنوت الفجر يراه بعض الأئمة الأربعة يرون أنه مشروع، فإذا صليت مع إمام على هذا المذهب فلا بأس، صلي معه وتابعه. ما هذا القول يقول به بعض الأئمة الأربع، وهو القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة، فإذا صليت معه فصلاتك صحيحة والحمد لله، وإن كنت أنت لا تراه لكن هو يراه وعليك أن تتابع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تترك الصلاة مع الجماعة من أجل القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا أمر مختلف فيه بين الأئمة الأربعة، فإذا صليت مع إمام يراه فلا بأس بذلك.